فكلكم يصير إلى تبابي. ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي، وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب. أرى الدنيا، أرى الدنيا في يديه. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي؟ فإما أن أخلد في نعيمي، وإما أن أخلد في عذابي. ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي، وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب. أرى الدنيا، أرى الدنيا في يديه. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما